الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فإننا نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى مستمدين المدد من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ومسترشدين بسير أئمتنا ومشايخنا العلماء الأماجد الأكابر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، اللهم أمين. نبدأ رحلة تتواصل مع حضراتكم في قراءة نبحر بها في بطن درة من درر تراث المسلمين، وهو موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، اللهم أمين. إنه الإمام مالك صاحب المذهب، إمام دار الهجرة، الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أرجح التفاسير للرواية التي رويت عن رسول الله: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل إلى عالم فلم يجدوا أعلم من عالم المدينة المنورة. إنه مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا اليوم وفي هذه الساحة وفي هذا المكان المبارك الطيب، مسترشدين بمدد ساداتنا الأئمة الأكابر كما قلت لحضراتكم، في مجلس في مكان فيه مدد الأولياء وفيه نفس الصالحين، في الساحة البرهامية من أبناء السيد حسن سعد إبراهيم البنباني، أبناء سيدنا الشيخ سيد سليم إتفاوي البرهامي المصري رضي الله عنهم جميعا. نبدأ ونشرع في أول مجلس في قراءتنا لموطأ الإمام مالك. إلا أنه يا أحبابي، مقدمة ضرورية نبدأ بها، أراها ضرورية، وأنا عنونت للمقدمة بعنوانين: الأول المصنف، والثاني المصنف اللي هو إيه؟ الكتاب. إذن سنتحدث عن المؤلف ونتحدث عن المؤلف الذي هو الكتاب الذي سنشرع في قراءته بإذن الله سبحانه وتعالى، موطأ الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. أما المؤلف فالحديث حوله يطول ويطول، إلا أننا سنعرف حضراتكم بجانب من سيرته وببعض مواقفه مع الأئمة والعلماء، حتى تعرفوا في ركاب من سنسير في اللقاءات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولقد كتبت بالأمس استشرافا واستنباطا من الفوائد التي جمعتها حول الموطأ وحول الإمام مالك، كتبت لهذه الفوائد عنوانا قلت فيه: فوائد أو فوائد بها القلب أنس من قراءة موطأ الإمام مالك بن أنس. بها القلب إيه؟ أنس، لأن القلب يأنس عندما يقرأ سيرة هؤلاء الأكابر الأماجد رضي الله عنهم وأرضاه. أما الإمام يا أحبابي فالكلام حوله كما قلت لكم يطول. هو إمام الأئمة أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو رضي الله عنه ورحمه الله، ساكن المدينة المنورة، لم يخرج منها إلا للحج، وليست له رحلة خارج المدينة المنورة. وجد أبيه صحابي من أصحاب رسول الله، وجده تابعي من أكابر التابعين. هذا الجد التابعي كان ممن حملوا سيدنا عثمان بن عفان يوم قتل، فدفنوه بليل ساعة أن بدأت الفتنة. هذا الذي هو جد الإمام مالك بن أنس، شيخنا وإمامنا وإمام المذهب وصاحب الموطأ، كان ممن حملوا سيدنا عثمان بن عفان ساعة قتل في داره رضي الله عنه وأرضاه. ولد الإمام مالك سنة كام؟ الملكية، والطلبة معانا يحفظوا تواريخ هذه التواريخ فإن لها معاني، يعني التاريخ نفسه يعطيك معلومة من الذي عاصره، ولد بعد من، ولد قبل من. هذا الكلام في غاية الدقة، يعني تكتب في هامش نسختك تحفظ هذه التواريخ فإنها غاية في الأهمية. ولد سنة 93 من الهجرة. الإمام مالك ولد سنة كام؟ 93. 93 دي يعني في القرن الكام؟ في آخر القرن الأول، آخر 10 سنين من القرن الأول.
طيب ولد فين؟ ولد رضي الله عنه، ولد بالمدينة المنورة من أبوين عربيين. أبوه ينتسب كما ذكرت لحضراتكم منذ قليل، أما أمه فلقبيلة من الأزد، تسمى لقبيلة من اليمن تسمى أزد، دي والدة الإمام مالك رضي الله عنه. اسم والدته العالية، ده اسمها إيه؟ العالية. طب أنا ليه بركز على والدة الإمام؟ علشان هيكون لها دور عظيم في تاريخ الإمام مالك، وإحنا بنتكلم سريعا كده، وطبعا نرسل رسالة إلى كل أم أنك تستطيعين أن تجعلي من ولدك إماما وعالما، وتقدري برضو تخليه تطلعيه صايع وملوش لازمة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراقي، يعني دور الأم هذا في غاية الأهمية. وطبعا الكلام ده بنقوله للمريدين وللطلبة وللمشايخ، وبنقوله لأبناء الطريق الصوفي. ليه؟ عشان المتزوج ياخد باله من زوجته، وعشان الأعزب يحسن اختيار امرأته. ليه يحسن اختيارها؟ ليه؟ علشان أبناءه يطلعوا أبناء مستقيمين ينفعون الإسلام، مش كده يا مشايخ؟ صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم. نشأ في بيت يتجه إلى العلم، فارق ضخم جدا لما تلاقي الولد طلع في بيت كده أبوه طالب علم ووالدته تحفظ القرآن، فأكيد هيطلع في بيئة طيبة، مش كده؟ احفظوا هذا، الإنسان ابن بيئته، ابن بيئته. قلما يخرج حد من الناس ملوش أساس، يعني أقصد قلما يخرج حد من الناس فاشل أو مش صاحب أثر في المجتمع من بيئة صالحة، هذا نادر، قد يحدث لكنه نادر. الإنسان ابن بيئته، إذا عاش في الصحراء يتشرب أخلاق الصحراء، وإذا عاش في البادية يتشرب أخلاق البادية، وإذا عاش في المدن يتشرب أخلاق المدن، وإذا عاش بين أهل الله يتشرب أخلاق أهل الله. البيئة أمر غاية في الأهمية. وطبعا مش عايز أطيل في هذه المقدمة، لكني أذكر لكم يعني النشأة الأولى للإمام مالك صاحب الموطأ اللي احنا سنقرأ وسنواصل القراءة فيه بعون الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، كان للإمام مالك أخ طلب العلم قبل مالك، كان الولد ده اسمه النضر ابن أنس ابن مالك، فاشتهر هذا النضر، كان يؤم مجالس المشايخ، فعرف بين الناس كده مين ده؟ النضر ابن مالك، النضر ابن أنس ابن مالك. مين يا أولاد الطالب المجتهد ده؟ النضر ابن أنس ابن مالك. فلما شب الإمام مالك وأراد أن يطلب العلم دخل مجالس العلماء، فقالوا مين الولد الجديد ده؟ قالوا مالك أخو النضر، فكان مالك يعرف بأخي، قالوا مالك أخو إيه؟ أخو النضر. فلما انخرط في طلب العلم وبان يعني الذكاء الذي وهبه الله له واجتهاده ونشاطه في الطلب، اشتهر أكثر من أخيه، فكانوا يدخلون مجلس الدرس فيقال عن النضر من هذا؟ فيقولون النضر أخو مالك، فكان يعرف بأخيه صار أخوه يعرف به. وهذا سمت المجتهدين في كل زمان ومكان. لأجل هذا نحن أمام إمام جليل وعظيم، يعني منذ نعومة أظفاره كان رجلا أو كان يعني صاحب قوة في طلب العلم ونشاط. يا شباب، أنا يعني أذكر لكم هذه المواقف علشان يعرف الطلبة ويعرف المحبون إنه الطريق إلى الله يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى صدق وإخلاص. الحكاية مش اجتماعات ودروس ومجالس وفقط، إنما يحتاج إلى إيه؟ إلى إخلاص وهمة عالية. في يوم من الأيام الإمام مالك قال لوالدته، من شوية قلت لكم إن أمه ستكون لها إيه؟ دور كبير في حياتي، قال لها أنا عايز أطلب العلم مثل النضر ومثل عمي، وعمه كان طالب علم وكان مشتهرا في مجالس الدرس والعلم. فعملت حاجتين ظريفتين غاية في الظرافة، عملت كم حاجة؟ حاجتين. الحاجة الأولانية جابته لبسته أجمل الثياب وعممته، لبسته إيه؟ عمامة، فأصبح شكله إيه؟ رائع وجميل ومقبول. يبقى إذن أول ما اعتنت بإيه؟
بالظاهر. افهم الحكاية دي كويس قوي. اعتنت بإيه يا أخوانا؟ بالظاهر. ثم قالت له الآن اذهب لطلب العلم، الآن اذهب لطلب العلم، واذهب إلى ربيعة. بصوا كلام الأم، واذهب إلى مين ربيعة؟ ده واحد من مشايخ الإمام مالك، اسمه أو كان يعرف بربيعة الرأي، صاحب فقه الرأي، وأخذ منه فقه الرأي الإمام مالك بعد كده. قالت له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. عملت إيه الست ديت؟ ده الكلام. أولا اعتنت بظاهره، عملت له إيه؟ لبسته عمامة وجلبية نظيفة كده، حاجة حلوة كده، شيك مكوية. يبقى طلب العلم يحتاج إلى الاعتناء بالظاهر ولا لا يحتاج؟ أولا يحتاج إلى بالاعتناء بالإيه؟ بالظاهر. ريحتك تبقى حلوة، تبقى قاعد وسط الطلبة كده وانت مقبول، بشوش، مش لسه صاحي من النوم، لا تبقى بشوش كده ووشك كده في حاجات حلوة، مش كده؟ هذا الاعتناء بالإيه؟ بالظاهر. ثم قالت تعلم من ربيعة إيه يا أخوانا؟ من أدبه قبل علمي. يبقى الاعتناء بإيه؟ بالباطن. فاعتنت بظاهره واعتنت بباطني. عايز أفكركم بحاجة قبل ما نكمل، كلكم حافظينها وعارفينها، حديث سيدنا جبريل. مين يقول لي سيدنا جبريل قعد قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم المتأدب، ألصق ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على كفيه، هيئة جبريل كان شكلها عامل إزاي؟ مين فاكر؟ لا، الحديث أم السنة المشهور، حديث سيدنا عمر، شديد بياض الثياب. أدي أول واحدة. اثنين، شديد سواد الشعر. أقف عند الحتة دي قبل ما تقول لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من، أقف عند الحتة دي. أنت كل اللي بيتكلم في حديث سيدنا جبريل يقول لك لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد، يعني ده معناه طلع من الأرض ولا نزل من السماء، أكيد مش من أهل المدينة ولا مش جاي من سفر، ده الاستشهاد. لكن أنا لو وقفت عند كلمة شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وقفت هنا لأنه جلس جلسة الإيه؟ الطالب، هذا معناه أنه اعتنى بماذا أولا؟ بمظهره. يا أخوانا المظهر في هذا، طلبة العلم يجب أن يعتنوا بمظهرهم، وابن الطريق إلى الله يجب أن يعتني بهندامه. يبقى هو ماشي كده معروف، كونوا بين الناس كأنكم شامة. سيدنا النبي قال لأصحابه كده، كونوا بين الناس كأنكم إيه؟ شامة. ولا توجد أي علاقة ما بين اعتناء بالظاهر في طالب العلم، اعتنائه بظاهره، وما بين التكبر ونشوف نفسه على الناس والكلام ده، ليس له أي علاقة لا بهذا ولا أبدا، لا توجد أي علاقة. إلا إذن أول ما اعتني بالإمام مالك منذ نشأته الأولى، اعتني بحاجتين: أولا بظاهره، قولوا معايا، اثنين بباطنه. عممته أمه رضي الله عنها وألبسته ثياب جيدة ونظيفة، وبعدين وأرسلته إلى ربيعة الرأي وقالت تعلم من إيه؟ من أدبه قبل علمه. يعني عمر باطنك كما عمرت إيه؟ ظاهرك. يا أحبابي، نشط الإمام مالك في طلب العلم وانتشر في المدينة المنورة، وكانت المدينة محط أفئدة الناس. كان إحنا في القرن الكام تقريبا؟ الثاني، في أول القرن الثاني، لأن هو تولد سنة كام؟ 93. طب 93 عبما يبقى عنده 10 سنين، يبقى سنة كام؟ 103. وهو بدأ طلب من 10 سنين ولا من أكتر؟ ممكن يكون أقل من 10 سنين، ممكن يكون أقل من 10 سنين. بقى احنا في بداية القرن الايه؟ الثاني. يعني المدينة فيها العلم وفيها أثار الصحابة وفيها أثار النبي صلى الله عليه وسلم، مليانة مجالس علم وخير وبركة، والأحاديث ومجالس العلم، المدينة ممتلئة بهذا الكلام. فعمل ايه سيدنا الإمام مالك؟ انتشر. أنا أذكر لكم موقفين فقط مع مشايخه. تصلوا على النبي وأقول ولا ما تصلوش على النبي وما أقولش؟ يعني أصلي ولا تقولوا؟ ونصلي ونقول. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا شباب، كان له شيخ يسمى نافع مولى ابن عمر. نافع مولى ابن عمر. نافع ده كان ملازم سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب كده. يبقى عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي ولا تابعي؟ صحابي. يبقى نافع، يبقى مالك لما اخذ من نافع اخذ من مين؟ من التابعي. يبقى مالك يعد ماذا؟ تابع التابعين، تابع التابعين رضي الله عنه. فالامام مالك راح رايح على سيدنا نافع ويقول ايه؟ كان به غلظه وشده،
والمشايخ هم بيترجموا للإمام مالك يقولوا إيه؟ صبره على جفاء الشيوخ. اللهم الشيوخ لازم يكون عندهم جفاء بالضرورة يعني؟ لا مش بالضرورة، لكن في شيخ من الشيوخ عنده جفاء ولا يستحملك تكمل كلمتين معاه، أنت كطالب تعمل إيه؟ تصبر ولا تشوح له؟ تصبر. كتير من الطلبة بيعملوا إيه؟ بيشوح. لا ما تشوحش، انت لو شوحت للشيخ عمرك ما انت متعلم حاجة. لازم يكون عندك ايه؟ صبر على الطلب، ويكون عندك حنكة في تعلم العلم من المشايخ، تتحين الفرصة لتاخد منه كلمة. انما تيجي عند مولانا الشيخ كده عندك سؤال يجيل في خطرك عايز تنطق بيه عايز تسأل، لا الشيخ عامل كده في ايه؟ طب اعمل له ايه ده؟ استنى واصبر لغاية لما يبقى في فرصة اعمل ايه؟ يضحك يتكلم حد كلمة. شوفوا الامام مالك عمل ايه مع شيخه، انا هقول لكم موقفين اتنين بس. الموقف الاولاني مع مين؟ مع نافع مولى ابن عمر. كلام الان في هذه المقدمة نتحدث عن المصنف ولا عن المصنف؟ المصنف. المصنف اللي هو مين؟ مالك ابن انس رضي الله عنه ونفعنا الله بعلوم. يا مشايخ، راح سيدنا الامام مالك يقول كده: كنت اتي دار ابن دار نافع في نحر الظهيرة فانتظره عند الباب لا يظلني ظل ولا استظل بشجرة منه للايه؟ للشمس. الكلام ده يا شباب في الحجاز، انتوا عارفين الحجاز حرها عامل ازاي. اوعى تفتكر ان الحجاز دي زي اسكندريه مثلا، درجه الحراره في مكه وفي المدينه بتوصل 56 درجه. فكان يقعد يستنى الامام نافع فين؟ قدام الباب، يقول انتظره ساعه او ساعتين في نحر الظهيره ثم يخرج، فاعمل نفسي مش شايفه، لانه لو هجمت عليه على طول بمجرد خروجه هيعمل ايه؟ هيشوح لي، انت عايز ايه؟ مش انت عايز ايه؟ يقول كاني ايه؟ لم اره، اعمل نفسي مش شايفه. يقول حتى اذا اخذ خطواته الى المسجد اعترضه كاني رايته بالصدفه. هو قاعد مستنيه بقاله قد ايه؟ بقاله ساعتين ثلاثه في الشمس. قال اعترضه فاسلم عليه ثم اسكت، كمان مش اسلم واتكلم على طول، لا اسلم واسكت. يقول فإذا سلمت وسكت برهة أقول له يا ابن يا نافع يا مولانا نافع، يقول له عايز إيه؟ يقول له ماذا قال عبد الله بن عمر في مسألة كذا وكذا وكذا، فيجيبه عنها ثم يسكت. يعني ممكن ياخد منه في اليوم أو في الأسبوع مسألتين ثلاثة، بس بحنكة وبأدب، كان عنده صبر على الإيه؟ على جفاء الشيوخ. أظن الشيخ لو عمل فينا كده دلوقتي يا مولانا الله ما دخل له ساحة تاني ولا أعدل له في مجلس، لكن هو كان عنده إيه؟ كان عنده صبر. يا ليت طلبة العلم وأبناء الطريق الصوفي يا ليتهم يتعلمون الصبر على المشايخ. خلي عندك إيه؟ صبر، وخلي نفسك طويل، وخلي نظرتك أبعد، وما تبقاش عجول، فإن الأمور لا تأتي بعجلة. الإمام مالك رضي الله عنه يعني أعطانا من هذا الموقف دروس كثيرة جدا. شوف يا مشايخ، وبعضكم يعرف هذا، حتى اشتهر أن مالكا رضي الله عنه إن أخذ عن نافع عن ابن عمر يبقى دي اسمها إيه في علم الحديث؟ السلسلة الذهبية. مع إنه أخذ من نافع بطريقة عاملة إزاي؟ فيها شدة صعوبة. مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى اسمها السلسلة الذهبية. هذا كان موقفه مع سيدنا نافع، ويعطينا درسا بل دروس يجب أن نتعلمها، على أني أذكر لكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعضا من مواقفه مع بعض الشيوخ الأخر مثل الإمام شعبة بن الحجاج، ولكن في المجلس القادم إن شاء الله. شاكر لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.